تحكي على بيستلقى. هذه هي جودة معنا رديئة، وهذه تتباع بأسعار رخيصة. هذه تتباع لازم تكون بارفان. لا مش بارفان، هذه اوت كولون غشة، معناتها يخلط في الماء ويمد ويحط في شيء. هذه تنجم تكون ماء وشوية الكول وشوية أروم، مش حاجة أخرى. لا مش حاجة أخرى، هذه يبيعوها برخاص بالسوم رخيص، في ما تلقاهاش في جراند سيرفاس ولا في أماكن، في أحياء شعبية، في مناطق. معناتها هي خليني أنا وقت في تلقى برودوي من هكا في الشارع شنو تكون؟ هذا يلزم يقع السحب نتاعو إتلاف. كمل معايا السحب والإتلاف، لكن أنا باش نوريك حاجة أخرى إن شاء الله ما تدوخش من جرالك حتى شيء، سامحوني شوية. سامحني خويا، سامحني شوية. سي عماد الشريف ما تمشيش إجا بحذايا، سامحني. معناتها أقرب شم. شم. هذه هذوما البراميل، البرامل هذوما. المواد الكيميائيه يقع يخلط فيهم هو هنا، يخلط فيهم هذه ترى فيها. عاود لي البرامج نتاع شنو؟ تاع مواد كيميائيه، وهذه مواد كيميائيه ماهيش مواد غذائيه، مسموح باش تستعملها. مسموح هو يخلط فيهم كل اروم هو هنا، يحط الاسم نتاعو ويخلط فيها. قلت ليش على الريحه شنو؟ الريحه، الريحه نتاعها هذه دوخي كل ما تدوخش ماهيش طبيعي، ماهيش طبيعي. احنا يلزمنا نقوموا بالتحليل، اذا كان فيها مضر المستهلك يلزم يقع اتلافا، ما فيش كلام. سامحني حتى هذا زيد كامل شمو شنو؟ كيف كيف هذا معنا عبارة عن الكول وماء و... وبارفان. سامحني طيب نزيد شوف هاي شنو هذا؟ نفس الشيء. شم لي هذا ان شاء الله ما تدوخش. ريحة شنو؟ هيك شفت روائح نتاع الكور، روائح نتاع بيتي على بارفان، بيتي على كذا، خلط وحده وريقل وحده. الحق معناها انا معناها يلزم السلطه المعنيه تاخذ قرار بغلق المحل. انا باش نقول لك حاجه ما اكثر، في العديد التقارير الامنيه اغلب الشبان الصغار يستهلكوا في البارفانات هذه في شكل كول، مسكرات تتنقل، هذا متعفن وينجم يكون مسكرات مش بارفان. هذه ينجم يكونوا لخيان ادرى مني انا، معناها لخيان من الجوده، اما نحن لقينا شكون يبيع في البارفان وفي نفس الوقت يبيع في الكول على اساس سيت ان الكول ابريلي وهو ابوار. معناها وبحده مع محل ثانوي زاد، يعني هذا موجود واللي ما يخافش ربي راهو يعمل.